Now you know the whole story. But you'll forget it. شويت لي شي الصرعة ما عاد يدي الواحد يتفرج بهدوء. كم قتيل صار بغيبتي؟ 12 بس. يا عم شو انخفض مستوى الأفلام. ومباري. تمام 12. هذا الفيلم؟ ايه. Alright, you've had it. معناته ما في تجديد. ليش قليلة لما هجم عليه جيمس بوند من ورا الحيط؟ بهذا الفيلم اللي شفناه؟ لك ايه. اسمع لك عميل حالك ماشي ومو شايفني. طيب. جو. وير إيد ذا مابس؟ الترجمة من تحت. أين المخططات؟ لا أدري. لا أدري. لاير. الترجمة من تحت كاذب. صار وقف يا حسن. وقف. ياسين شايف اللي أنا شايفه؟ مابس لا. واقف المحل بس. معليش أنا ما حيزبح. يا بدك انا لسه كمان بدي اروح سلم واز وبدي جيب خبر على معلمتي. لك مالك شايف حياه مره مهدده بالخطر؟ اكيد الرجال من شيعي صار. شو جنيت؟ شو نحن عايشين بشيكاغو؟ انت بمخك ما في غير مناشف وصابون حلاقه. بالجوله التاسعه يا مرحوم البي. شو مطوله المباراه يا افندي؟ باقي 6 جولات. ليش؟ لاني مستعجل. راح ضيع لي نص نهار مشان اشد ان. رح نشف لك شعرك بالسشوار مشان السرعة. عوني هالسشوار زكاتك. حاضر. المهم صفر الحكم. تفضل حبيبي. يسلموا. شو هاد حسني افندي؟ شايف شرايطه كتراني. الظاهر غوار اخو مرتي دخل عليه تعديلات جديدة. فتح على الولد. ايه فتح. المهم. المهم صفر الحكم. وهجم لك وحش الأناضول عن مكنة من ضد الفرازيل. عندك شو هاد؟ فاعدك التنتين وحبس نفس كشفتك. لك احل عنا يا قر. واعترف لحساب انا عصابي عم تشتغل وعرف انه بقابتي التانية متكوكي. ها ولي ياسين اجت لعصابه تبعه. لك هذا بيع الكاظوظ. بعرف. ليش كنت لاحق الحرمة ولا؟ هي مرتي حردانة ولاحقها لصالحها. كذاب. حدا بيلحق مرته لصالحها؟ رجال ما بيسدوا انت نسوان وانتحرد. اب حمار. الله وكيلك مرتي. شو في يا سليم؟ لا خافي اختي انكزناكي. سلمتي المخططات السرية شي؟ لك انو مخططات؟ باين عليه عميل خطير. لك شو مجنون انت؟ لا تكون مرته مضبوط. شو بدك من السرعة؟ وين دفتر القاعدة؟ يا شرطة يا افندي. لك انا اللي بدي اخذك على الشرطة. يا شرطة نادي للشرطة يا خانم. يا شرطة يا شرطة يا شرطة خليك عندي هون. يا شرطة يا شرطة يا شرطة يا شرطة يا افندي. شرطة ايش الشرطة؟ شو بيهم هذا يا سيدي؟ انا كذاب. قلت لك على المقبرة. شو احسن؟ تفضلوا تفضلي اختي. فشلي لوين؟ قال لك لوين؟ على المقفر. لا تخافي اختي صرتي بحماية الحكومة من العصابة تبعه. سيدي معه فرد ببابه. هات شو؟ لحظة لقيم المشط منه. يلا قدامي يا شو؟ لك ها؟ بعدكم رح اخبي الموس.